زي ما انتوا عارفين ان الجولة 35 هيبقى فيها دبل لفريقين توتنهام وتشيلسي، ونفس الفريقين هيبقى عندهم دبل في الجولة 37، فلازم يكون عندك لعيبة من الفريقين. ولو ما كنتش استخدمت الوايلد كارد فدي انسب فرصة انك تستخدمها. لو هتجيب حد من توتنهام فلازم تفكر في بيدرو بورو اللي عامل 7 اسيست، ولكن لازم تتابع المؤتمر الصحفي لمدرب توتنهام لان في شكوك ان اللاعب ممكن ما يشاركش بسبب الاصابة. بالنسبة لخط الوسط اكيد هيجي في بالك الكوري سون، جايب 15 جول وعامل 9 اسيست، وممكن كمان نروح لجيمس ماديسون اللي بيساهم صناعة اهداف كتيرة لتوتنهام وصنع هدفين لفريقه امام ارسنال في الدور الاول. لو هناخد حد من الدفاع هيبقى جوستو، لاعب تشيلسي عامل 5 اسيست لحد دلوقتي. هيلعب استون فيلا في فيلا بارك وصعب يخرج بكلين شيت، بس ممكن يخطف جون او يعمل اسيست. كول بالمر ما شاركش امام ارسنال في الجوله الاخيره بسبب انه كان عيان، ولكن لو بقى جاهز انه يشارك في الجوله اللي جايه امام استون فيلا فاكيد هيبقى الاختيار الاول بالنسبه لينا، وكمان ممكن نكابتنه بسبب الحاله التهديفيه اللي بيعيشها، وكمان بيصارع على جائزه الحذاء الذهبي مع ايرلينج هالاند. ممكن تجيب جاكسون مسجل 10 اهداف ولكن مش هيبقى مضمون، محدش يضمنه بصراحه، بس عنده دبل فممكن يسجل في اي ماتش من الماتشين، ليه لا.